ودلوقتي خلونا مع بعض نتابع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتبدأ إجراءات موسم العمرة الجديد 1445 هجرية، وده بعد فتح باب اعتماد وتوثيق عقود العمرة بين شركات السياحة المصرية والوكلاء السعوديين من خلال بوابة العمرة المصرية، حيث تقوم كل من شركة السياحة المصرية والوكيل السعودي بتسجيل نفسها على البوابة واستيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة تمهيداً لاعتماد العقود وبدء تنظيم الرحلات. النهاردة هتشهد فعاليات مهرجان العالمين عرض للسيرك المكسيكي، وهو العرض التاسع للسيرك، فيما يقدم ثلاث عروض أخرى مسائية النهاردة وبكرة. في نفس الوقت هيشارك الكوميديان علي أنديل والفنانة سمر طارق في مهرجان العالمين ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في دورته الأولى. النهاردة هينطلق مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية بحضور الفنان يحيى الفخراني رئيس المهرجان، والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة إلهام شاهين عضو لجنة التحكيم. وبتستقبل مدينة العالمين الجديدة النسخة الثانية من المهرجان تحت عنوان 60 سنة دراما في دورة استثنائية للاحتفال بمرور 60 عام على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وهو مسلسل هارب من الأيام. وبيشهد الحفل تكريم أبرز الشخصيات والفنانين اللي أثروا في تاريخ الدراما المصرية، بالإضافة لمنح جوائز لأفضل الأعمال الدرامية وصنعها من مؤلفين ومخرجين وأبطال خلال عام 2023.